فكانت تحية العلم في الصباح تعني الكثير، وكان صوتي جهوري عالي، فأحب الورق وأعشق الورق، وسافري في عيوني يا معذبتي بالهجر، يا ظمأ المعطاء يا سغبي، منعطف ونقطة تحول كبيرة جدا في حياتي. دكتورة مها الشهاب، سيدة بحرينية تمتلك الكثير من الحب لهذه الأرض الطيبة التي أعطتها الكثير، والتي بدورها تشعر دائما بأنها تحتاج أن تعطي الأكثر والأكثر. نشأت في أسرة بحرينية، كنت آخر العنقود، ف كوني آخر العنقود هذا أعطاني حقيقة كانت ميزة، لأنه كنا أسرة كبيرة ما شاء الله، 5 أولاد و4 بنات، وأنا كنت آخر الإنتاج، فبالتالي هذه النشأة ضمن هذه الأسرة الكبيرة أعطاني كثير من الفرص. على سبيل المثال طبعاً بالجانب إلى الوالد، يعني الله يرحمه، والوالدة الله يرحمهم، كانت قيمهم البحرينية البسيطة الأصيلة، الصدق، الحب، النبل في الأخلاق، الإيثار إن صح التعبير. بالتالي إحنا نشأنا هذه النشأة البحرينية الأصيلة البسيطة، ولكن كوني آخر العنقود فأخذت من كل أخواني وأخواتي اختلافات في طريقة التفكير، في الطموح، في التوجه. لا أنسى أبداً أنه أنا كنت من المرحلة الابتدائية في فريق الزهرات، وهو ما قبل المرشدات، فكانت تحية العلم في الصباح تعني الكثير، وكان صوتي جهوري عالي، يعني على الرغم من كوني طفلة، ولكن عندما كنت أحيي العلم هذا ينبعث للفخر والاعتزاز. يعني نشأنا على حب الوطن، يعني تحية العلم في الصباح في طابور الصباح شيء له هيبة، وأنا أفخر أنه أنا كنت فريق الزهرات اللي كنا نحيي العلم في الصباح. طبعاً كنت فريق الموسيقى، التمثيل، الحفلة المدرسية إذا كانت عبارة عن 6 فقرات أنا على الأقل في 5 فقرات منها. أعشق الموسيقى وأعشق الحركة، وعلى الرغم من ذلك كنت الأولى دائماً، كنت متفوقة دراسياً دائماً. بالتالي هذا استمر، حب الفضول والمعرفة، يعني مش شرط أنه أنا أتقن هذا الشيء، ولكن أطرق بابه. بالنسبة لي طرق الأبواب هو مفتاح المعرفة الحقة. على الرغم من تخصص العلمي، ولكني أهوى الأدب وأهوى الشعر وأهوى القراءة. يعني في المكتبة في البيت عندنا ما شاء الله عندنا أكثر من مكتبة، وكل مكتبة فيها تنوع كبير في نوعية القراءات. وذاك الزمان كانت الكتاب، وما زال أنا تستهويني رائحة الورق، يعني أنا أعشق أنه أقرأ في الكتاب، ما أقرأ على ياس الديجيتال مع احترامي الشديد، ولكني ما زلت أهوى مطالعة الكتاب، أهوى أن ألمس صفحات الكتاب. رائحة المكتبة ما زلت لما أدخل مكتبة لها رائحة مميزة، فأحب الورق وأعشق الورق. فالقراءة تبحرك في أماكن كثيرة. أنا أذكر أنه حتى في المدرسة لما كنا يطلب منا التحضير، على سبيل المثال أنا دائما كنت أحب أكون مهيئة أحضر قبل، فكنت أذهب للمكتبة العامة. يعني في ذاك الزمان أنت عندك مفروض أن المكتبة العامة، ونروح للمكتبة العامة ونبحث في الكتب. فكانت الحياة غنية وسريعة، كانت فيها كثير تفاصيل. فأنا أذكر لما كنا في حصة اللغة العربية وأنا في المدرسة، طلب منا عمل لقاء صحفي. اللقاء الصحفي يعني لقاء، هذا كنت أنا في أولى ثانوي، ففي أولى ثانوي تعال أعمل لقاء، قصدهم أنه يعني أعملي أنه أنت عاملة اللقاء، أو أعملي عمل صحفي، يعني وكأنش من روحي أنت وعملي مقابلة. أنا الموضوع بالنسبة لي لا، أنا بقابل الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي، هذا الشاعر الكبير شكل حقيقة في وجداني مفردات العذبة، مفردات البسيطة،
قصائد في حب البحرين لها مكانة عندي أنا شخصيا، ودوما كنت أتغنى بهذه القصائد في مهرجانات إلقاء الشعر، وكنت دائما أحصد المركز الأول في مدارس البحرين، فكنت متميزة على مستوى المدارس أنه إلقاء الشعر، وكنت قارئة مخلصة للدكتور غازي القصيبي رحمة الله عليه. في ذاك الوقت يعني أنه شلون أنت في أولى ثانوي وراح تعملي لقاء مع الدكتور غازي القصيبي، وكان وقتها يعمل سفير للمملكة العربية السعودية في البحرين رحمة الله عليه. عملت اللقاء وكان لقاء جميل جدا جدا جدا. أنا كنت عاملتها للمدرسة، يعني أنا للمدرسة بقدم المدرسة، ولكن تشجيع المدرسات لي في المدرسة، وكانوا دائما يتوسمون أنه لا يعني أنه مها راح يكون لها شأن، ومها يعني very hard working نشطة. فلا أنسى أبدا أنه نشر هذا اللقاء في مجلة صدى الأسبوع في ذاك الوقت، ونشر في مجلة سيدتي أيضا. غازي القصيبي عاد إلى البحرين بعد سنوات طويلة، فلما كتب بحرين هذا أوان الوصل فانسكبي، علي بحريني من در ومن رطبي، تنفسي في شجوني وادخلي حرقي، واسترسلي في دمائي واسكني تعبي، وسافري في عيوني يا معذبتي بالهجر، يا ظمأ المعطاء يا سغبي، يا فرحتي ورياح اليأس غاضبة، يا نشوتي حين يذوي موسم العنب. يعني الضوء لاح، فديت ضوءك في السواحل يا منامة، فوق الخليج أراك زاهية الملامح كابتسامة، المرفأ الغافي وهمسته يهنئ بالسلامة، ونداء مئذنة مضوأة ترفرف كالحمامة، يا موطني ذا زورقي أوفى عليك فخذ زمامة. الكلمات عذبة، فطول عمري وأنا أستشعر حب البحرين، مش بس كمشاعر خاصة أحسها. فبعد ذلك أنا أذكر أنه أنا كنت أيضا في إذاعة البحرين، كان في برامج تربية وتعليم وبرامج أخرى، فأنا كنت أدخل الإذاعة وأسجل، فمن ضمنها كان افتتاح جسر الملك فهد. فعندما تغنى رحمة الله عليه غازي القصيبي، طبعا الافتتاح الجسر كان حدث كبير بالنسبة لنا، وما زال مع الشقيقة يعني المملكة العربية السعودية، وكنا وقتها يعني أنا أذكر أن سنة من السنوات وهم ينشؤون الجسر أن يرسموا كيف يرسموا يبنون الجسر، وأنا وبعدين لا عاصرنا وإحنا في المدرسة مراحل افتتاح الجسر. في هذا الوقت أيضا من الأشياء اللي تعلق في الذاكرة، لأنه مع صغر السن أي لفتة تشجيع تعني الكثير، تعني شيء الكثير. فوقتها كنت أسجل في الإذاعة درب من العشق لا درب من الحجر، هذا الذي طار بالواحات للجزر، رائعة غازي القصيبي فيه. ففوجئت بسفارة المملكة العربية السعودية تبعث على المدرسة طرد في هدايا تذكارية بمناسبة الجسر، يعني أقلام فيها الجسر، فيها يعني عارفة الأشياء السوفينيرز اللي بمناسبة الافتتاح. فكان اللي أقصده أنه في هذه المراحل كان في ذكريات كثيرة، كانت خصبة، كانت غنية. دراسة الطب دراسة ممتعة، دراسة الجسم البشري، النفس البشرية، وجودنا مع المستشفى من سنة رابعة خامسة سادسة، أنت خلاص أنت في الأقسام المختلفة، وكل قسم عبارة عن مستشفى قائم بذاته. يعني لما نتكلم عن أطفال عن مستشفى أبو الريش، مستشفى نتكلم عن الأمراض الباطنية، مبنى كان سبع طوابق بس أمراض باطنية، وقيسي على ذلك يعني خريطة كبيرة، أفق كبير. عملت في جراحة أنف وأذن وحنجرة، عملت في الصحة المهنية، وهذه لها تأخذ كل السكترز. الرفاه الاجتماعي أنا أنظر لي ضمن تجربتي
مع المدن الصحية. أنا كان حلمي يراودني منذ كنت في الصحة المهنية أن يوضع اسم مملكة البحرين على خريطة المدن الصحية في العالم. ولما طبعا يعني نلت الثقة الملكية السامية اللي أفخر وأتشرف، وكانت منعطف ونقطة تحول كبيرة جدا في حياتي، أولتني من المسؤولية شيء الكثير. أحسست أنه هذه مسؤولية كبيرة ولازم تكونين قدها. أنت عاشقة للتنوع وتحبين ما تعملين، إذا أحببت ما تعمل بتبرز فيه، والأهم من هذا كله أنك تحب ديرتك، لأنه في كل شيء أنت تعمله أنت ما طال، أنا ما طالع نفسي أنه أنا مها، لا أنا مها ومها شهاب من البحرين. Wherever I go أحب أحس أن هذه الايدنتيتي اللي موجودة هويتي تشرفني وتشرف ديرتي، وأكون إذا ما كنت يأشرون ويقولون إنسانة متميزة لا يقال العكس، على الأقل لا يقال العكس. فهذا التشريف أولاني مسؤولية كبيرة أنه what's next. بس أنا كنت أحمل في جعبتي كثير من الخبرات العملية والعلمية، سواء كان في البحث العلمي، سواء كان في التمثيل على مستوى الإقليمي أو التمثيل على المستوى الدولي، واللي أنا عملت فيه الكثير، يعني مشوار كبير وما زلت أعمل فيه إلى الآن. يعني لولا جائحة كورونا أنا حتى عندي زومش كثر في مع مؤسسات تعمل في نفس المجال. فكان المدن الصحية على سبيل المثال، وأنا أذكر أنه جرى الحوار مع، طبعا نحن محظوظين أيضا في العاصمة عندنا محافظ شاب وطموح معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة. ففي أول لقاء معه بعد تعييني في مجلس العاصمة قلت له الفكرة، وهم ما شاء الله عليهم المحافظة مجتهدين وعندهم أفكار كثيرة، كان العاصمة الخضراء وغيرها. فتشرفت كوني منذ ذاك الوقت عضو في اللجنة العليا للمدن الصحية، عملنا على هذا الموضوع. الموضوع موضوع توثيق، بمعنى مملكة البحرين عندها من البنى التحتية في جميع القطاعات تمثيل مشرف. احنا عندنا بنى تحتية قوية في مجال الصحة، في مجال الكهرباء، في مجال الصرف الصحي، في مجال البيئة والحفاظ على البيئة، في مجال الجرينري، في مجال التكافل الاجتماعي، لأنه المدن الصحية فيها حوالي أكثر من 80 معيار، وبحسب البروتوكول يتم التوقيع مع المحافظ مع منظمة الصحة العالمية ويبدأ المشوار، وعمل متشعب وبه كثير من الجنود المجهولين، ولكن الكل يقع على عاتقه عملية رصد وتوثيق الأشياء الموجودة وتأهيلها لإبرازها بالشكل الأمثل في زيارات خبراء منظمة الصحة العالمية. فطبعاً فرحنا في عام 2018 إن أم الحصن حصلت على لقب مدينة صحية. كبر الحلم، ودائماً يعني الواحد يعني كل ما كان أفقك وسمائك أرحب كل ما كان الحياة أجمل، لأنه دائماً إحنا ننظر إلى شروق الشمس بشيء من البهجة، فيجب أنه أنفسنا تشرق مع شروق الشمس، بالتالي بشيء من الأمل، بشيء من العطاء. بعدها كان التحدي الثاني أنه جعل مدينة المنامة عاصمة صحية، وعملنا أيضا على هذا طبعا ضمن فريق بقيادة معالي محافظ العاصمة، وحصلنا على هذا الاستحقاق، وحصلنا عليه outstanding، ما كان استحقاق عادي. أنت تتكلمين عن مدينة المنامة القديمة، تتكلمين عن 47 مجمع سكني في المناطق القديمة، فكنا أول مدينة في إقليم شرق المتوسط تحصل على هذا الاستحقاق، وشيء نفخر فيه، فخر لكل بحريني أكيد.